بالنسبة للميركاتو اللي فات انت اللي شرفت عليه الميركاتو نتاع السنة كيف كيف؟ إذا كان اللي حبيه رضاهم الميركاتو أنا تو نشرف على الميركاتو، ما رضاهمش تو نشوف واحد آخر مش مشكلة. أنا اللي نعرف حاجة أنهم يطلبوا مني حاجة بقدرة ربي أنا نوفقها. تعرف أنت ميركاتو عاملينه ما كانش سهل، الفريق في فترة مادية صعبة، سي با فاسيل باش ترجع أبري دو زون من غير ميركاتو باش ترجع على السوق. أنت ميركاتو الحالي مش تكون فيها لا الأسماء موجودة وقدرة ربي، قدرة ربي الأسماء موجودة باش نخليو الفريق يخدم اليوم. احنا الافونتاج اللي عندنا تو انه عندنا 3 شهور باش نخدموا. احنا اول فريق بدينا التحضيرات، فما فرق معناتها نحكي ما نحكيش اللي عنده استحقاقات تشامبيونز ليغ ولا حاجه تو هذاك حاجه اخرى، اما نبداو دينا على بكري حضروا فريقنا. عندنا دي ستاج كسوا في عين دراهم ولا في في عمان المشاركه في دوره، الممرن باش ياخذ وقته، اللجنه الفنيه معنا باش تاخذ وقتها، الهيئه المديره باش تاخذ وقتها باش نشوفوا شنو هما المراكز اللي باش تنقص النادي رادس فيرسي. قدره ربي باش نرميو الباكو كما يقولوها باش نجيبوا اللاعبين في معناتها البلايصهم. اش نقولوا بيبليك سي يرتاح تو يطمن من ناحيه ميركاتو موجوده الاسماء ومش كون شوف احنا بقدره ربي شوف راهو ايش نقول لك عاملين ما احناش باش نكونوا اخي من عاملين في الميركاتو لانه عاملين الظروف ماديه على بها كان ربي راه عند الزفور اللي عملناه عاملين يعني ربي باش نجحنا الميركاتو. معناتها احنا ربحنا اشرف، ربحنا الحرزي والرقوبي، ربحنا الجاسم، ربحنا الهذلي، معناتها هذم ولاد صبحوا تو اليوم في التشكيله. معناتها حتى واحد ما ينكر معناتها فيهم اللي تيتولير وفيهم اللي قاعد يقدم في الاضافه. بقينا كيما قلت لك ما احناش باش نقفوا هوني، مازالوا عندنا وليدات صغار راجعين من الاعاره كيما سامح كيما تري كيما صبري كيما الاولاد نتاعنا تو قاعدين تبارك الله يسون ان تران دو ايفولوي كسوا هني دا هاني دكدوك دحمان في حراسه المرمى زادت تبارك الله يكونفيرم معناتها كل مره وتقع دعوته في ليكيب المنتخب الاولمبي. هذه حاجه تفرح لانه حاضرنا عندنا فريق حاضر بدا يحضر كما نقولوا، لكن المستقبل باش يكون للنادي الرسفيرس.